اوكزالوساكسينيك اسيد. طيب الاوكزالوساكسينيك اسيد ده بيتكون بحاجه طبعا زي ما عارفين اسمها ايزوستريت دي هيدروجينيز، والانزيم ده بنقول عليه انه ناد لينكد، يعني ما يعرفش يشتغل غير في وجود الناد. بنقول ان الاوكزالوساكسينيك اسيد ده انستابل ليه؟ بص كده على الاستراكشر هتلاقي فيه 3 كربوكسيليك جروب، واحده منهم عامله بيتا كيتو اسيد، واحنا لسه قايلين من شويه دلوقتي ان البيتا كيتو اسيد هي اكتر كيتو اسيد انستابل، فعشان كده اهوت بيحصل لها اوتوماتيك دي كربوكسيليشن، تيجي سي او او اتش اللي في النص تختفي تتكسر تطلع على هيئه كربون دايوكسيد. الخطوه دي بتحصل تلقائيا وتدينا مركب مشهور جدا اسمه الفا كيتو جلوتاريك اسيد. الالفا كيتو جلوتاريك اسيد عباره عن 5 سي داي كربوكسيليك اسيد، من هنا في سي او اتش ومن هنا في سي او اتش، ومن ناحيه واحده في الالفا بوزيشن في كربونايل جروب. طيب كده تكون عندنا الالفا كيتو جلوتاريك اسيد، خلي بالك ده عباره عن الفا كيتو اسيد. طيب نعمل فيه ايه؟ في تفاعل مشهور جدا عندنا اسمه اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. الاوكسيداتيف ديكربوكسيليشن ده زي ما احنا عارفين بيحصل للالفا كيتو جلوتاريك اسيد في 3 خطوات. اول خطوه هي عباره عن الديكربوكسيليشن، انه يشيل الكربون دايوكسيد اللي جنب الكربونايل جروب. اثنين انه يعمل له اوكسيديشن، يحول الالديهايد جروب اللي اتكونت ديت سي اتش او ديت الى سي او او اتش، وبعد كده هوت يعمل له اكتيفيشن بالكو اي فيحوله الى مركب مشهور جدا برضو اسمه ساكسينايل كو اي. الساكسينايل كو اي ده عبارة عن مركب فيه طاقة، مليان طاقة نتيجة وجود الكو اي كو انزيم. جميل. طيب الانزيم اللي كون الساكسينايل كو اي ده عارفين اسمه بتاع الاوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، مهم جدا جدا جدا، اسمه ديهيدروجينيز كومبلكس. هايل. سابع خطوة عبارة عن ايه؟ سابع خطوة عبارة عن ان الساكسينايل كو اي ده اكتف، واحنا عايزين نشيل منه كل طاقة نقدر ان احنا نشيلها. قاعدة يا جماعة في الكريبس سايكل، اول ما تلاقي مركب فيه طاقة ما تصبرش عليه، خد منه كل الطاقة اللي تقدر عليها. يبقى احنا عندنا ساكسينايل كو اي اكتف، خلاص ايه سبب الاكتيفيشن ديت؟ ان احنا في كو اي، نشيل الكو اي عشان ناخد الطاقة اللي عليه باستخدام الكارير فورم جي دي بي، اخو اي تي بي في الرضاعة. طيب الجي دي بي يتحول الى جي تي بي، كده بقى خلاص في كميه جي تي بي وفي كميه الطاقه، وينفصل الساكسينيك اسيد عن الكو اي باستخدام الانزيم الغير شهير اللي لازم نركز عليه ونحفظه، سايوكاينيز. طيب تامن خطوه بقى عندنا ساكسينيك اسيد، هي نعرف نجيب منه طاقه؟ متهيألي نعرف نجيب. الناد والفاد قاعدين كل واحد فيهم يعزم على التاني، خش اشتغل، انت هتعرف تجيب تلاتك اي تي بي. التاني يقول له لا، اللي هو الناد يقول له انا بصراحه مش لاقي فيه الحته اللي اقدر اشتغل فيها، ما فيهوش سي عليها او اتش و اتش. لكن بص يا فاد، المركب ده فيه 2 adjacent carbon atoms كل واحده فيهم عليها اتش، اتفضل اشتغل. فيخش الفاد ويشيل اتش من هنا واتش من هنا ويكون دبل بوند. بس قاعده مهمه جدا، الفاد لما بيشتغل على اي مركب، المركب اللي طالع او الدبل بوند اللي طالعه بتبقى في مركب بيحتوي على الترانس كونفورميشن، عشان كده هو اسم الاسيد اللي طالع اسمه فيوماريك اسيد اللي هو الترانس كونفورميشن، مش ماليك اسيد اللي كان سيس كونفورميشن. طيب اسم الانزيم هنا ايه؟ اسمه ساكسينيت ديهيدروجينيز.